السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. دايما لما بنيجي نرسم الايد او الصابع بتاعت الايد ما بتطلعش مظبوطه معانا خالص، بتطلع مكسره او بيطلع صابع طويل او صابع قصير، عمرنا ما بنعرف نظبطها. ان شاء الله النهارده هشرح لكم ازاي نقدر نرسم الايد بطريقه مبسطه جدا جدا من البدايه لحد النهايه. هنرسم اوت لاين وتظليل برضو. اتمنى تتفرجوا على الفيديو للاخر لان الفيديو ده انا تعبت فيه، رغم ان هو بسيط لكن متعب جدا. اتمنى تتفرجوا عليه للاخر ومحدش يفوت دقيقه فيه، لان فيه معلومات كتيره جدا مش هتلاقوها بالشرح العربي على اليوتيوب نهائي. عشان ما اطولش عليكم في الكلام كتير، الفيديو النهارده هيكون عملي اكتر ما هو نظري. اللي حابب يطبق على الدرس بتاع النهارده ويشوف هيقدر يرسم بعد الدرس ولا لا، هيلاقي الصوره اللي انا برسم منها دي على جروب الفيسبوك وعلى حسابي في انستجرام. هتلاقوا اللينكات بتاعتي في اول كومنت تحت، ادخلوا انضموا لجروب الفيسبوك وحساب انستجرام علشان بعد ما تخلصوا التدريب تنشروها على الفيسبوك وعلى هاشتاج ارسم مع كريم عادل على الانستجرام، علشان نشوف الاخطاء بتاعتكم ونصححها اول باول وما تتكررش معاكم تاني ان شاء الله. وتقولوا لي بعد ما تتفرجوا على الدرس لو حابين نكمل في السلسله اللي زي كده، نرسم اعضاء الجسم زي مثلا الايد والرجل والبطن والشعر والكلام ده كله، عرفوني في الكومنتات تحت اللي انتوا عايزين عشان اكمل معاكم ان شاء الله الفتره الجايه. ما بقاش الموضوع مقتصر على الوش بس او البورتري بس. علشان ما اطولش عليكم بقى، ما تنسوش طبعا اللايك على الفيديو، ويلا بينا نخش في الشرح. في البدايه فنانين كلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا فتحنا الصوره جنب الورقه زي ما احنا متعودين دايما في دروس الفري هاند. اول حاجه زي ما احنا ملاحظين هنلاقي ان الايد من فوق كبيره لان الصوابع مفتوحه، ومن تحت نازله على رفيع من عند المعصم. فكل اللي هعمله ان انا هعمل اوت لاين لشكل الايد كلها، حجم الايد كله. فبالتالي هنعمل حاجه زي القمع كده او القرطاس زي ما بيقولوا عليه، بتكون كبيره من فوق، كيرف كبير من فوق ومسحوب تحت على الرفيع، لان انا هحسب الخمس صوابع فوق بما انهم مفتوحين، فبالتالي الكيرف هيكون كبير من فوق وينزل معايا تحت على الرفيع، لان المعصم بتاع الايد من تحت الرفيع زي ما انتم ملاحظين كده. طبعا الخطوه دي رغم بساطتها الا انها مهمه جدا جدا في رسم الاطراف زي الايد او الرجل او الكلام ده كله. بتسهل علينا ان انا اجيب اتجاهات الاصابع واتجاه تانية الايد او الرجل او الكلام ده كله بكل سهوله من غير ما اغلط غلطات كبيره. حتى لو غلطت بيكون غلطات بسيطه ان شاء الله. تاني خطوه فنانين، بعد ما عملت الشكل الخارجي للايد كلها كامل، هبدا امسك صباع صباع، بدايه من صباع الابهام ده. اقسم شكل الصباع على هيئه مستطيل زي ما انتم ملاحظين كده. ما بعملش اي كيرفات في الصابع، كل اللي بعمله بحاول اقسم كل صابع لشكل هندسي. وطبعا زي ما احنا عارفين اقرب شكل هندسي للصابع بما انها طوليه هيكون هو المستطيل. فزي ما انتم شايفين مثلا انا برسم صباع السبابه ده، اقرب حاجه ليه هبدا اعمل خط مستقيم. خليكم ماشيين معايا خطوه خطوه، انا بظبط كده وانا ماشي برده. طبعا انا ما عملتش اي كيرفات هنا، بالراحه خالص اهو. وهبدا اعمل الخط الثاني مقابل وهطلع بيه لفوق. بحاول بنظر اشوف البعد بين ده وده او الزاويه، لقيت ان هي لحد ما مظبوطه، محتاج يطول شويه فطولته كده. شكل مستطيل زي ما انتم ملاحظين. هبدا اشوف نهايه الصابع مع بدايه الابهام، لقيتها مظبوطه اهو. بقارن يعني كل صابع بيبني الصابع اللي بعده وهكذا، وابدا اعمل مكان العقل ونهايه الصابع بقفلها عادي كانها مستطيليه. ما عملتش اي كيرفات او اي كسرات في الصابع لغايه دلوقتي. بعد كده الصابع اللي بعده بنفس الطريقه، هبدا اقسم الصابع لهيئه مستطيل، وبعد كده بعد ما اقسمه مستطيل ابدا اقسمه الكيرفات او اعمل التنايات اللي فيه او الكيرفات اللي فيه بحيث يظهر لي شكل الصابع الحقيقي. زي ما انتم ملاحظين كده الموضوع بسيط جدا. انا سرعت الفيديو يا دوب حاجه بسيطه بس عشان خلاص احنا فهمنا الفكره. هبدا اقارن الصابع ده مع الصابع الثاني اللي بعده بالراحه خالص. لقيت ان في كسره ممكن اعملها، عملت في كسره بسيطه كده من عند العقله اللي في النص زي ما انتم ملاحظين، وهبدا اقسم المستطيل واكمل بنفس التكنيك زي ما انا ماشي يا فنانين. اشوف الصابع اللي بعده وهكذا، يعني صابع بيبني اللي بعده وهكذا. الموضوع بسيط جدا طول ما انا ماشي صابع ورا الثاني، هبص الاقي الموضوع بسيط خالص. وبقارن بعد الصابع بالصابع اللي قبله، يعني الصابع اللي في النص انا برسمه ده مثلا، الصابع اللي انا هرسمه بعد على طول اقل منه في الطول شويه، فاهمين وجهه نظري؟ الصابع اللي برسمه دلوقتي لو خلصته هبص الاقي الصابع الاخير اللي هو الصغير اقصر منه بكتير، فاهمين؟ هلاقي مثلا بعده عند العقله الثانيه. فالموضوع بسيط خالص، المهم نكون هاديين واحنا بنرسم اصابع، لان خطوه الاوت لاين هي اهم خطوه في رسم الايد، ولو قدرت اجيبها مظبوطه التظليل سهل جدا جدا جدا. دي اول خطوه ممكن نرسم بها الايد، وان شاء الله في الدروس الجايه هشرح لكم خطوات ثانيه باذن الله. يعني انا قارنت طول الصوابع اهو بالخط المائي اللي انا عملته ده، لقيت ان الثلاث صوابع الى حد ما مظبوطين، ولسه هنظبط اكتر واحنا بنظلل برده. وبعد كده عملت التقفيله بتاعت الايد من الجنب، وعملت المعصم بتاع الايد من تحت بالراحه خالص زي ما انتم ملاحظين. وبكده فنانين نكون حولنا الايد او قسمنا الايد الى شكل هندسي مبسط جدا جدا جدا، ومش باقي غير ان احنا نخش في الخطوه الثانيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي نيجي للخطوه الثانيه فنانين، وهي اننا هنبدا نمشي في كل صباع او في كل مستطيل عملناه، نبدا نشكل فيه الكيرفات اللي قدامنا بالراحه خالص زي ما انتم ملاحظين كده.
دلوقتي انا بستخدم قلم 2 بي بلاك 2 بي ستادلر بلاك. هكتب لكم اسماء الاقلام في الوصف برضو في صندوق الوصف تحت علشان اللي حابب يعرف الاسماء يشوف صندوق الوصف. زي ما انتم ملاحظين بالراحه خالص هبدا اعمل كيرف. يعني كل الكيرف ده معناه اللي هو المنحنى البسيط اللي انتم بتشوفوه في الخطوط ده. الخط ما بقاش مستقيم تماما، لا بيكون فيه منحنى، ده اسمه كيرف. فزي ما انتم ملاحظين بالراحه خالص هبدا اعمل الكيرف واحده واحده كده. وزي ما انتم شايفين برضو انا ماشي بالراحه خالص وبقارن في الموبايل اول باول عشان الغلطات في الكيرفات في الصوابع بتخلي شكل الصابع يختلف تماما. فنحاول على قد ما نقدر نكون هادين في الخطوه دي بالذات. يعني سيبكم من خطوه التظليل، خطوه التظليل سهله جدا زي ما بقول، انما الخطوه دي والخطوه اللي قبلها مهمين جدا جدا. ولو ظبطتهم وتاكدت ان انا ظبطتهم حتى لو في اختلافات لكن بسيطه، يعني هيطلع معايا شكل الايد مظبوط ان شاء الله. بالراحه خالص. دلوقتي بستخدم قلم اتش بي. كل اللي هستخدمه في الايد النهارده قلم اتش بي، قلم 2 اتش للاوتلاين. طبعا انا عملت بيه الاوتلاين خفيف. طبعا اللي متابع معايا الدروس باستمرار هيعرف ان انا اي درس برسم فيه الاوتلاين بستخدم قلم 2 اتش او اتش او 3 اتش، يعني اي درجه من درجات الاتش عموما لانها بتكون خفيفه زي ما انتم ملاحظين. ولو حبيت اعدل بتتمسح بسهوله، ما بتسيبش اثر في الورقه، خصوصا اننا بنرسم على ورق ابيض. لكن وانا بظلل او انا باكد على الخطوط زي الخطوه دي بستخدم 2 بي بلاك في المناطق السوداء. يعني الخط اللي على الشمال ده عملته بالاسود علشان هو لونه اسود في الصوره، انما الخط اللي على اليمين اللي انا شغال فيه اللي هو ناحيه اليمين عملته بقلم اتش بي لانه مش اسود قوي زي الخط التاني. اتمنى تكونوا فاهمين وجهه نظري وفاهمين امتى بنقدر نستخدم الاقلام. انا عملت لكم فيديو من 3 ايام تقريبا عن الاقلام الرصاص، وقلت لكم ازاي تقدروا تحللوا درجات البشره وامتى نختار الدرجه دي والدرجه دي. اتفرجوا عليه علشان مفيد جدا جدا ان شاء الله. دلوقتي انا بظلل الاول باول اهو، عملت الضافر كده عشان يظهر لي ملامح. ده كله بفكركم بقلم اتش بي. زي ما انتم ملاحظين كده الى حد ما شكل الصابع بقى تمام، انا شايف من عندي تمام. لسه برضه لما نضيف خطوه التظليل هيبان لنا اكتر احنا شغالين مظبوط ولا مش مظبوط. بدات اطلع على الصابع الثاني حته بحته كده، حته حته، وبقارن بالموبايل. عينيا بتبص هنا بصه، يعني بتبص في الموبايل مره وفي الورقه مره، وبنفذ اللي بشوفه بنفذه. اتمنى تكونوا فاهمين الموضوع ده لانه سهل جدا بس عايز تركيز، عايز تركيز جامد جدا. يعني بالراحة خالص كده. دلوقتي انا سرعت لكم الفيديو بقى عشان نختصر في الخطوه دي، وبرضو انتوا بتشوفوا انا شغال ازاي في نفس الوقت. زي ما انتم ملاحظين بمسك الكيرف كيرف وببدا اعمل فيه الكسرات اللي انتوا شايفينها قدامكم في الموبايل خطوه بخطوه. وما تقلقوش لو في كسره مثلا ما اخدتش بالي منها في الاوتلاين، وده طبيعي لان الصباع لسه مش متظلل فما بيبانش فيه كتل، ممكن اعدلها وانا بظلل في خطوه التظليل ان شاء الله بشكل بسيط جدا. باكد عليكم تاني القلم اللي انا بستخدمه دلوقتي ده قلم رصاص درجه اتش بي، لانه مش غامق قوي ولا فاتح قوي، يعني ينفع في التحديد. طب لو في منطقه سودة زي كده بستخدم فيها القلم البلاك اللي انا بستخدمه دلوقتي. بالراحه خالص. اي خط بحس لو مش متظبط بمسحه بالاستيكه بكل سهوله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ببدا اعمل اوتلاين للعقل. اي عقله بتقابلني كده بعمل لها اوتلاين، هيسهل علينا الموضوع كتير قوي. عملته في الصبع التاني برضو. نيجي بقى للصابع اللي بعده. خدوا بالكم لان الصابع ده بيبدا يتكسر معانا. يعني ايه يتكسر؟ يعني بيطلع مستقيم وبعد كده بيخش معايا ناحيه اليمين. فخدوا بالكم بقى من الصوابع دي لانها مهمه جدا جدا. مكملين زي ما احنا فنانين بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده بالراحه خالص بهدوء. كل ما تلاقي نفسك بتستعجل فكر نفسك انك لازم تكون هادي علشان الصوابع تطلع معاك مظبوطه، الكسرات اللي فيها تكون مظبوطه فتطلع معاك بالشكل المظبوط. ده ترسم الصابع التاني بالراحه خالص. طبعا لو في منطقه سوداء في ناحيه الشمال كده هعملها برضو عشان دي هتتحكم في الاوت لاين بشكل كبير. اظن كده احنا فهمنا خطوه الاوت لاين يا فنانين، او الخطوه دي خصوصا، يعني خطوه التاكيد على الاوت لاين. والشبه بتاع الصابع او بتاع الايد عموما بدا يظهر لي اهو، فاحنا هنكمل الصابع اللي باقي وخلاص على كده. يلا بينا بقى نشوف خطوه التظليل لانها مهمه جدا. يلا بينا. دلوقتي يا فنانين نبدا نظلل الصابع مع بعض بالراحه زي ما انتم ملاحظين كده. بستخدم في الخطوه دي برضو قلم اتش بي
بالراحة خالص. كل اللي بعمله او التكنيك اللي بستخدمه في الصابع هنا هو تكنيك الدوائر. انسب تكنيك ممكن نستخدمه هو تكنيك الدوائر بالراحة خالص. وطبعا ما بدوسش على القلم وانا بظلل، لا، لكن بعمل لو انا حابب اتقل يعني بعمل درجة فوق التانية فوق التالتة لغاية ما اوصل بيها للدرجة اللي انا محتاجها، الدرجة الداكنة اللي انا محتاجها. لكن غلط ان انا اضغط من الاول على القلم، فبالتالي القلم هيخدعني وممكن يتقل غصب عني او يتقل زيادة عن اللزوم، وممكن يحفر في الورقة، ودي مشكلة كبيرة جدا. لو القلم حفر في الورقة، الورقة هتسيب أثر، ولما أجي أمسح لو حبيت أعدل يعني لو أجي أمسح مش هتفضل، هتفضل الشخبطة أو الأثر اللي عمل في الورقة ده موجود، ودي أكبر غلطة ممكن نقع فيها. فزي ما أنتم شايفين كده واحدة واحدة نمسك القلم بالراحة خالص. لحد دلوقتي إحنا مسيحناش، ده أول تكنيك ممكن نظلل بيه الصوابع. أنا في الفيديو ده هشرح لكم تكنيكين إن شاء الله، فمحدش يقفل الفيديو لأن التكنيكين مهمين جدا ومش هتلاقي حد شارحهم باللغة العربية من الآخر. فاللي بيكمل الفيديو للآخر هو اللي هيستفاد، اللي بيشوف طراطيش كده مش هيستفاد استفادة كاملة إن شاء الله. دايما كده فنانين عودوا نفسكم، المهتم والصبور هو اللي بيتعلم، المستعجل كده على طول أول بأول مش هيتعلم، ولو اتعلم برضه مش هيكون بنفس الكفاءة ومش بنفس الاستفادة يعني. بكمل زي ما انتم شايفين كده بنفس القلم الاتش بي. اي منطقه غامقه زي المنطقه اللي في نص العقله دي بتقل عليها القلم شويه بالراحه خالص. هنرسم الصباع ده بالتكنيك القلم الرصاص، وباقي الاصابع هنرسمهم بالفحم مع الرصاص، ونشوف الفرق بين التكنيك ده والتكنيك التاني، وانتوا كل واحد بقى يختار التكنيك المناسب ليه في التطبيق. وبفكركم اللي حابب يطبق على الدرس هتلاقوا الصورة في حسابي على الانستجرام، هسيب لكم لينك انستجرام في اول كومنت، وكمان هنزلها لكم على جروب الفيسبوك عشان تنضموا لجروب الفيسبوك وتطبقوا وتنزلوا اعمالكم على الجروب اول باول، وعلى هاشتاج ارسم مع كريم عادل علشان تصححوا الاخطاء اول باول وكل واحد يعرف اخطاءه وما تكررش تاني ان شاء الله. زي ما انتم ملاحظين كده فنانين، دلوقتي بدأت اجيب القلم التوبي بلاك لان المنطقة دي سودة زي ما انتم ملاحظين، فبدأت اغمق شوية عن طريق ان انا اجيب قلم التوبي بلاك واغمق شوية اللون ده. اهو زي ما انتم ملاحظين بنزل جزء جزء. نظبط الموبايل شوية عشان تقارنوا معايا نفس اللون ولا لا، او نفس الاوتلاين ولا لا. نرجع تاني للرصاص. فكركم تاني لازم نكون هاديين في التظليل، لازم نكون هاديين علشان لو استعجلنا الخطوط بتاعت القلم هتفضل باينه، وغير كده مش هنعرف نعمل تدريجات اللي هي بتبين تجسيمه الصباع. الصباع ده بيتجسم ازاي؟ عن طريق ان انا مثلا بعمل جزء غامق وفي النص فاتح والجزء التاني غامق، فبالتالي لما اعمل الفرق بين الغامق والفاتح ده بيظهر لي تجسيمه الصباع كانها فعلا صباع واقعي. لكن لما اكروت واشتغل بسرعه ده ما بيبانش تجسيمه اي حاجه، بل بالعكس بيطلع الصباع غير واقعي بالمره. كده احنا كملنا الصباع كله بنفس التكنيك يا فنانين اللي احنا اشتغلنا بيه من البدايه، وده يعتبر اول تكنيك وهو التظليل بقلم الرصاص بدون تسييح. يعني لغايه دلوقتي ما سيحتش نهائي، بل استخدمت قلم رصاص بس زي ما انتم شايفين بس، مش اكتر من كده، ودرجتين بس، درجه الاتش بي ودرجه التو بي. فيلا بينا بقى نشوف التكنيك التاني عشان نقارن بنفسنا، يلا بينا. تاني تكنيك يا فنانين هيكون بالفحم زي ما انتم ملاحظين كده. هبدا اجيب الفرشه وبودر الفحم، اللي متابع معايا دروس الفحم هيفهم الكلام ده. فرشة ماركة ألوان أو فرشة ميك اب، أي فرشة ميك اب شعرها يكون ناعم كده ينفع نشتغل بيها عادي جدا، مش شرط تكون فرشة معينة يعني، المهم تكون ناعمة. ودي فرشة مقاس تاني صغير عشان المناطق الصغيرة. وببدأ أخد بودر الفحم. بالنسبة للبودر اللي أنا شغال بيها هو أكسيد فحم أو أكسيد أسود، بيتباع عند محلات الحدايد والبويات، يعني المحلات اللي بنشتري بيها البويات. قول له عايز أكسيد أسود هيديك أكسيد أسود عادي. واللي عايز يشوف درس الفحم برضه اللي أنا عملته بودر الفحم، اتكلمت فيه إزاي نقدر نجهز بودر الفحم في البيت، هتلاقوه في القناه هنا، اكتبوا في البحث بودر الفحم كريم عادل هيزركم الدرس في اول اقتراح ان شاء الله. زي ما انتم ملاحظين بعد ما عملت طبقه بالبودر بدات اجيب الايد بي بلاك، القلم الايد بي بلاك، واعمل تظليل من الجنب كده اللي هو التظليل الداكن، لان التظليل الداكن ده عشان اجيبه بالبودر هفضل احط كتير قوي فوق بعضها
طبقات فوق بعضها، فمش هينفع او مش هقدر اجيب نفس الدرجه الداكنه دي، لكن القلم هيريحني كتير جدا. وكمان ممكن اعملها بقلم فحم برضو، لو انا مش متوفر عندي القلم الايد بي بلاك ممكن اعملها بقلم فحم عادي جدا، بس يكون سوفت او ناتشورال، بلاش الهارد. تمام، هيكون هيديني الدرجه الداكنه اللي انتم ملاحظينها في الصوره دي. بعد كده بجيب الودانه او عضو القطن زي ما بتسموه، وابدا ادمج الفاتح مع الغامق عشان ما يبقاش فيه فرق بينهم. اتمنى تكونوا فاهمين قصدي ايه. طبعا انتم ملاحظين ان العقله اللي فوق المفروض ان هي قصيره اقصر من اللي في الصوره، طبعا انا لاحظت ده، بس الصراحه انا يعني كسلت امسحها واعدلها فقلت اسيبها كده وخلاص. المهم انتم تكونوا واخدين بالكم يعني. وبرضه نفس الكلام هتلاقوه في الصابع الثاني والثالث والرابع، هتلاقوهم اقصر شويه، كانوا ممكن يتعدلوا بس انا يعني ما حبيتش امسحهم تاني، حسيت ان شكلهم كده برضو كويس مش وحش. مش لازم يعني النقل يكون بالمعنى الحرفي، ممكن انت تحط التاتش بتاعك ما دام مش هيضر في الشبه او مش هيضر في الشكل العام بتاع الجسم اللي بترسمه، سواء راس او رجل او عين او ايد او اي حاجه. طبعا بالاستيكه الزيرو كده بمسح اي زيادات بتطلع مني بره، مش شرط تكون استيكه زيرو، ممكن تكون اي استيكه سنها رفيع. طبعا مش هستخدم استيكه سنها تخين علشان ما تمسحليش الخطوط كلها. بالراحه خالص هبدا اضيف برضو بودر. انا من وجهه نظري شايف ان الطريقه دي اسهل من الطريقه التانية بكتير، لانها بتختصر في الوقت. ده من وجهه نظري، ممكن واحد تاني يشوف مثلا طريقه الرصاص دي اسهل. فكل واحد او كل فنان فينا ليه اسلوبه المعين او طريقته اللي بيحبها، فمحدش يعتمد على كلام التاني. انا بحب اعرض لكم كل الطرق اللي عندي بحيث حضراتكم تجربوا الطرق كلها، وفي الاخر تطلعوا بالطريقه اللي انتم محتاجين او بالطريقه اللي انتم شايفينها سهله بالنسبه لكم. كل واحد يشوف بصمته ويشوف اسلوبه ويشوف الطريقه السهله بالنسبه له علشان يكمل بيها ان شاء الله. طبعا احنا دخلنا في ربع ساعه عشان نرسم ايد، فمعلش لو الدرس طول، انا عارف ان نصكم قفل الفيديو دلوقتي، علشان كده انا ما بحبش اطول في الدروس علشان حضراتكم ما بتصبروش للاخر. يعني في الحق يتقال، في ناس بتصبر بس عددكم قليل مقارنه بالناس اللي بيقفلوا الفيديو، فدي حاجه مش كويسه ليا ولا ليكم كمان. عشان كده انا بحاول على قد ما اقدر اسرع، ما بحبش يعني ابطل الفيديو قوي. دلوقتي انا بعمل تفاصيل بقى سودا بالقلم البلاك زي ما انتم ملاحظين، والقلم الرصاص الاتش بي بعمل بيه تظليلات الفاتحه خالص. مش شرط ندخل قلم رصاص، ممكن نكتفي بخطوه الودانه بس اللي هو عضو القطن يعني. بالراحه خالص. دلوقتي بقى انا هسرع لكم الفيديو لمده دقيقه بالظبط علشان تشوفوا تظليل الصبع الثاني، هتلاقوا نفس التكنيك عشان بس تشوفوا الشكل العام هيكون عامل ازاي، لان كده الفيديو طول مننا. فتعالوا يلا اصبروا دقيقه بس سريعه كده وهنتكلم بعد الدقيقه دي، يلا بينا. ده الشكل النهائي فنانين للايد بعد ما خلصناها بنفس التكنيك اللي احنا شرحناه بالفحم وبالرصاص. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، وانا اسف جدا لو انا سرعت الفيديو بس كان لازم اسرعه لان دي ايد بس، انتوا متخيلين؟
فلو انتم محتاجين ان احنا نستمر في الدروس اللي زي كده تاني، ده زي هيكون زي نوع جديد برضو في القناة هنا، لان طبعا مش هنقضيها كل شوية بورتريهات بس وشوش والكلام ده. احنا محتاجين ندرس تشريح ازاي نعرف حركات الايد والرجل والبطن مثلا والكلام ده كله. فلو انتم حابين ان شاء الله نستمر في السلسلة دي او في الاجزاء دي، يبقى ننوع بقى شوية بورتريه شوية ايد شوية رجل والكلام ده كله، هستمر معاكم باذن الله. لو انتم مش حابين خلاص. ولو استفدتوا من درس النهاردة ما تنسوش طبعا تسيبوا لي كومنت تحت وتقولوا لي انتوا استفدتوا وعايزين نكمل السلسلة ولا لا. وما تنسوش طبعا اللايك على الفيديو فنانين، دي اهم حاجة. واللي لسه ما انضمش لجروب الفيسبوك وتابعين على الانستجرام وفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعي في اول كومنت مثبت تحت. واللي محتاج اي سؤال او اي استفسار او اي درس معين يكتب لي في الكومنتات، واستنوا في درس بكرة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.